هل يمكن إذا فزت في سباق الرئاسة وأصبحت رئيسا لجمهورية مصر العربية أن نرى في حكومتك الإخوان المسلمين؟ طبعا ممكن جدا في أي نوع من الائتلاف، في أي تشكيل لوزارة وحدة وطنية، في أي طبعا وارد جدا وجود كل العناصر الفعالة في هذا الدور، مش عايز كلام طبعا. وأصل يعني كنا في خلاف حاليا على مبادئ بنتقدم بها للشعب، أعتقد كل الخلاف ده الوضع طبيعي لو احنا بنتصرف طبيعي يعني بانتهاء هذه المرحلة تعود الأمور لمجاريها، وكل بقى يبقى مشغول بما لديه من دور. يعني كما قمت بشن هجوم على الإخوان المسلمين قاموا هما أيضا، والقوى قوى سياسية أخرى قامت بشن هجوم، ووصل الأمر إلى أن هناك مطالب من بعض القوى السياسية بوقف الانتخابات الرئاسية وعدم الاعتراف بنتائج الجولة الأولى من الانتخابات. يعني مش عايز أخش في مهاترات الحقيقة. إذا كان لازم نخش في مهاترات فأنا ليا نصيحة رئيسية بحكم خبرتي الطويلة التي لابد أنهم يقدروها جيدا. أنصح كل واحد أنه يتكلم في حدود علمه ومهمته ودوره اللي بيؤديه، أحدش يخرج عن الإطار. بيخرج عن الإطار بيرخص من نفسه في وسط المستمعين، أو يعني ما يعتقدش أن شوية تصفيق ليه ممكن يعبروا عن قيمة للي هو قاله. لكن هناك رموز ثورية، يعني منها أستاذ حمدين صباحي فاز في انتخابات الرئاسة، الدكتور عبد المنعم مفتوح نزلوا الميدان، أستاذ خالد علي وأعلنوا أن هم سيقوموا بإعلان مجلس رئاسي مدني وأنهم لا يعترفون بالانتخابات. هم درسوا يعني علميا، درسوا قانونا، درسوا يعني تفهموا هم بيقولوا إيه. هل هو من حقهم انهم يعلنوا هذا التصريح؟ واذا اعلنوه مرارا وتكرارا هيطبق؟ ما احنا برضو عايزين نكون عمليين بقى. مرجعهم هو الشرعيه الثوريه، مفيش شرعيه ثوريه. ايه شرعيه ثوريه؟ قامت وانتهت وخلصت، وهنقعد 10 سنين في شرعيه ثوريه؟ ازاي؟ طبعا الثوره ما زالت موجوده، والثوره في الميدان. كلام غير مظبوط. شرعيه الميدان، كلام غير مظبوط. والشعب المصري طلب، قال انا انزل الميدان وقت ما احس ان انا. ما حدش يقول الكلام ده. كانت كل الدول كل 15 يوم عملت انقلاب. لو كان هذا بهذه الفوضى كان كل 15 يوم دول عملت انقلاب. كلام غير علمي وليس له اساس. بس هذه الشرعيه الثوريه دي، الشرعيه الثوريه ساعه اما الشعب انتفض. ايوه، اما الشعب المصري انتفض وقرر انه يغير نظام الحكم والغى مجلس الشعب واقيلت الوزاره، وكل الأمور أصبحت جاهزة للنظام جديد. هي دي الثورة التي قد يقال أثناءها إحنا بنشتغل من منطلق الشرعية الثورية. فيش حاجة، فيش قانون اسمه شرعية ثورية. فيش قانون اسمه شرعية ثورية. خليك بس معايا. كوني أنا بقى في هذه الفترة أنزل في الميدان بمليون، باثنين، بثلاثة، بخمسة، 5 مليون في الميدان. في 85 مليون غيرهم قاعدين في البيوت بيدعموا اللي موجودين في الميدان. الكلام ده انا قلته لما بوح صوتي، مش عايزين يفهموا. 5 مليون اللي في الميدان، 85 مليون مصري في البيوت. كانوا اكتر، كانوا في ميادين مصر كلها، وصلوا 20 مليون في الثوره. لا مش 20 مليون، بتاع 20 مليون ازاي بس؟ خلينا، ما قالوا ميدان التحرير 3 مليون ولا كذا مليون. واما جبنا بقى بالرياضه والمأساة والحساب والادوار فوق بعضيها، ما لا يشتكي بكده يعني. لفظ مليونيه ده بقى لفظ مستهل. بس هو ده تمثيل لثوريه هذا الشعب. ده موضوع تاني. قولي لي وانتفاضه هذا الشعب. قولي لي ان ده تمثيل حاجه وتقولي لي ان ده عدد حاجه. لا انا بكلم حضرتك دلوقتي على المبدا. 5 مليون في ميدان التحرير. كويس؟ في 85 مليون مصري. بالعكس، ده انا هدعمك. 85 مليون مصري موافقين على ما يتم، رافضين بصريح العباره، رافضين للتوريث.
ايوه السبب الرئيسي والفاعل والاقوى لانتفاضه الثوره. خلاص ده موضوع ده هي دي المرحله اللي نقول فيها شرايط الثوره ان الامور بتدار طبقا تخلص من التوريث والتخلص من الفساد والاستبداد. أيوة وحكم أيوة 30 سنه كويس 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 لطاغيه. أنا بقول أشهر ما في على أي رأس الأهداف كان ساعتها الابتعاد عن مبدأ التوريث وخلافه. بدليل لو كان الدولة غطت كل مطالب السائرين الثورة كويس واستبقت التوريث كانت استمرت الثورة برضه. أيوه مش كده؟ أيوه طبعا. إذن التوريث كان يعني عنصر مثير للغاية مرفوض نهائيا وكان هو على رأس الـ 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 كل المطالب. دي المرحلة اللي بنقول عليها شرايط الثورة عشان بس الناس تتعلم وتفهم دي. عشان المرة اللي فاتت واحد طالع يقول ما احنا نخش نقتلهم. انا ما اعرفش هو يقصد نقتل مين. امال المحاكم اتعملت لمين؟ ما المحاكم اتعملت للي بيقتل. طب ما المحاكم اتعملت للي بيقتل ولم يتم القصاص من قتلة الثوار، تم الحكم على مبارك بمؤبد وعلى العدلي، لكن هذه المليونات في الأسبوع الماضي والأيام الماضية كانت لأن الثوار شعروا أنه لم يتم القصاص من المسؤولين. لست هنا في موقع أن أنا بحلل ما دار في المحاكمة وما سجل في التقرير اللي انتهت إليها المحكمة وبالتالي ماذا كان وراء إصدار هذه الأحكام. لست أنا وأنا في حل من أكلم فيها دلوقتي. ولكن اللي عايز أقوله المحكمة ماذا يضير المحكمة. أما تلاقي أحمد قتل محمد فإنها تحكم بالإعدام على أحمد. ماذا يضير المحكمة هنا؟ ماذا يضير المحكمة بتراعي ضميرها والقسم اللي أدته والشعب بالكامل ويعني ماذا يضير؟ حضرتك جرتني للموضوع ده يعني لأنه تم إخفاء الأدلة. أكمل فضل. أي. لا تاني كده إخفاء الأدلة. أي حضرتك بتقول أدلة. المحكمة ماذا يضير المحكمة إنها تحكم إنها تدي لأنها تدي إعدام قاتل إنها تحكم عليه بالإعدام ما لم يكون. أيوه. وده أعتقد هيبقى وراء أسباب كتير أعتقد. أيوه. ما لم يكون لم يثبت لدى المحكمة إن فلان قتل فلان. حضرتك بالك أنا مش بقول هذا الموضوع بأجل مبرر للمحكمة. أنا بقول هذا الموضوع من منطلق رجل قديم في المجال وفاهم تحصل ازاي. اذا حضرتك حصل مشاكل واختلطت فيها الاجساد وبقى في صعوبه في التمييز ممكن قوي لو واحد بيطلع الطبنجه بتاعته وقادر يقتل فلان ممكن يقتل اللي جنبيه وما يتقتلش فلان. اذا الموضوع بيبقى الحقيقه بالغ السيطره. امتى حضرتك بتقولي فلان قتل؟ لو شفت الايد اترفعت كده من فوق الرؤوس وده نشن على ده وما ضرب طلقه سقط منها تقدري حضرتك تقطعي تقولي انا شفت فلان بيقتل فلان. لكن في اطار من التزاحم ما لم يكن هناك شهود عيان شافوا بعينهم ما يتم وشافوا عمليه قتل بتتم بتبقى الأدلة غير كافية هنا للمحكمة. لا أجد عذرا للمحكمة صدقيني خالص. وكنت أتمنى أن يتقال العدد ده هيعدم عشان قتلوا عشان النفوس ترتاح أكتر. بس هل يا ترى وجد أنا ما لست على علم هل يا ترى وجد من الأسباب ما يؤكد أن فلان قتل فلان؟ الحقيقة أصدر أوامر يعني مسؤول مثلا عن الأمن المركزي. إذا كان أصدر مش إذا كان أصدر الأوامر برضو هرجع تاني أقف عاجز قدام تبرير الموضوع لسبب إن أنا ما أعرفوش. لكن بقوله إذا كان أصدر أوامر ونفذت الأوامر فهو شارك في القتل بهذه النسبة واللي قتل شارك بالنسبة أخرى وهكذا. يعني أنا عايز أقول
ان ليه نعتبر الموضوع نهائي؟ أيوة. ما الموضوع هيخش تاني المحكمة. حضرتك موافق انه يخش؟ لا ده في النقد.